لان انا عايز اقول لحضراتكم، هو احنا هنلحظ ان الدنيا بتتغير ازاي باللي بيحصل على الارض؟ يعني لو سيبنا المتحف الكبير ورحنا لمجلس الوزراء، مجلس الوزراء كان فيه اجتماع مهم جدا، اجتماع للجنة الوزارية الاقتصادية. ايه اللجنة الوزارية الاقتصادية دي؟ افكركم، لانه لما بقى في توجه لدى الدولة انها تنهي أزمة المصانع المتعثرة والمصانع المغلقة والناس اللي هم بيوتها مقفولة، اتشكلت لجنة وزارية اقتصادية. اللجنة دي من شأنها انها تنهي الملف بتاع المصانع المتعثرة والمصانع المغلقة، ما هو في ناس عليها ضرائب مش قادرة تدفعها، ناس عليها ديون مش قادرة تدفعها. الدولة قررت انها تدخل عشان ما يمكن تسميته انقاذ ملف الصناعة المتعثرة، لان انا زي ما بقول لحضراتكم بلد من غير صناعة ملاش اي لازم. قول ما تقول، يعني انا مع الناس بتوع الثقافة والتنوير والفكر وبتاع، بس من غير صناعة انت مالكش لازمة يعني بشكل كامل. طيب، فالاجتماع ده عشان تعرف اهمية اللي بيحصل على الارض ونبقى منتظرين نتائجه، فلازم نبقى عارفين ايه اللي تم. فاجتماع هتلاقي فيه شخصيات، مثلا يعني في الدكتور مصطفى مدبولي، طبعا لان الدكتور مصطفى مدبولي هو رئيس اللجنه الوزاريه الاقتصاديه. حضر معاه مين؟ حضر معاه طارق عامر محافظ البنك المركزي، ودكتور شاكر وزير الكهرباء، دكتوره هاله السعيد وزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه، دكتور محمد معيط وزير الماليه، دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، ونيفين جامع وزير التجاره والصناعه. هنا يبان اللجنه المشكله من ده. خلينا ناكد من خلالها على ايه؟ انه مصر عملت شكل جديد من اشكال التعامل مع الازمات، وهو العمل الجماعي. يعني انت كنت تلاقي مش فعلا مشكله المصانع المتعثره دي موجوده في اكتر من مكان، فتلاقي الراجل اللي هو عنده مصنع متعثر ده او عنده مشكله يلف على هذه الاماكن كل مكان لوحده. انتوا عارفين الصوره اللي هي متكونه عن الاداره المصريه بفكره، طب اطلع الدور الثالث، طب هات لنا دمغه مش عارف من عند مين، طب انزل تحت البوفيه هات لنا شاي معاك، طب يعني ال 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 الهزار اللي كان بيحصل ده. فالدوله بدل ما تخلي الشخص اللي عنده مشكله يلف على المؤسسات بتاعت الدولة او المسؤولين، جابت المسؤولين وقعدتهم مع بعض وقالت لهم يلا حلوا مشاكل الناس دي. طيب، لما تيجي في الاجتماع تقف شوية كده قدام ايه اللي حصل في الاجتماع ده، فتلاقي كل جهة بتستعرض اللي عندها. احنا عملنا ايه؟ يعني عايز تبدأ ايه؟ وزارة الاتصالات، ايه اللي حصل من وزارة الاتصالات بعد تكليف الرئيس بانه يا جماعة اقعدوا عشان تحلوا مشاكل الناس بتوع المصانع المتعثرة؟ وعايز اقول لحضراتكم ناس كتيرة جدا حاسة بضراوة اغلاق المصانع دي او تعثرها، في بيوت كتير اتقفلت. وزارة الاتصالات مثلا انتهت من اعمال الربط الشبكي بالالياف الضوئية لموانئ القاهرة الجوي وبورسعيد والعين السخنة ودمياط، وجاري العمل الان على الانتهاء من الشبكات الداخلية بالموانئ بمعرفة وزارة النقل ووزارة الطيران المدني، وسيتم التنفيذ تباعا طبقا للخطة الموضوعة من وزارة المالية لباقي الموانئ بالجمهورية. فالوزارة بتتكلم عندها تقول لي ايه الربط الشبكي بالالياف والموانئ؟ ما هو انت الناس هو بس مش بيحلوا له مشاكله مع الضرائب ومع المالية، لا هو بيحلوا له مشاكله عشان التصدير بعد كده. طب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حصل توقيع لبروتوكول بين الجهاز اللي هو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية لتبادل المعلومات والمستندات الخاصة بالإفراج للشحنات التي تستلزم موافقة فنية، وسيتم الانتهاء من تطوير المنظومة اللازمة لذلك قريبا. ده الكلام اللي اتقال في الاجتماع. وحاول تحديث الأجهزة التكنولوجية للمقرات المركزية الخاصة بالجمارك والرقابة على الصادرات والواردات والموازين الإلكترونية بالمواني المصرية. تمت الإشارة إلى ما قامت به وزارة الاتصالات من إعداد بروتوكول تعاون في هذا الصدد بين وزارات إيه بقى؟ الاتصالات والمالية والنقل، تمهيدا لتوقيعه قريبا بعد الانتهاء من أعمال مراجعته والموافقة على تمويله. طب ده الدعم الفني اللي حاصل عشان مساعدة الناس المصنعين. طب في المالية بقى، لأنه المشكلة مشكلة متعلقة بضرائب ومديونيات،
وزاره الماليه قال الدكتور محمد معيط في الاجتماع انه بخصوص تنفيذ منظومه النافذه الواحده القوميه للتجاره الدوليه والتي تم اطلاقها بميناءي القاهره الجوي وبورسعيد البحر، تمت ميكنه جميع انظمه الوارد بهما من خلال المنظومه فيما عدا نظام السماح المؤقت، كما تم تشغيل انظمه الصادر جزئيا بمطار القاهره ومتوقع العمل به كاملا قريبا، كما انه متوقع تطبيق انظمه الصادر بميناء بورسعيد تدريجيا قريبا ايضا. وقال كمان دكتور معيط انه جاري العمل حاليا على ربط هيئه البريد المصري بمنظومه النافذه الوحيده، وانه من المقرر تشغيل المراكز اللوجستيه المزمع انشائها السخنه الادبيه دمياط الاسكندريه الدخيل بالمنظومه وفقا للجداول الزمنيه المحدده لذلك، وهو ما سيسهم في انجاز نحو 87% من حجم الشهادات البريديه على مستوى الدوله سنويا، والتي تمثل حوالي 96.5% من اجمالي قيمه الواردات المصريه، ونحو 90.2% من اجمالي قيمه الصادرات المصريه. كل ده كلام كويس، بس الناس بقى عايزه ايه؟ الفلوس. المشكلة فين؟ في الفلوس. الناس متعسرة، الناس عليها ضرائب، طب الدولة هتعمل لهم ايه عشان تساعدهم؟ البنك المركزي كان موجود، طارق عامر محافظ البنك المركزي قال والله انه في اجتماعات مكثفة حصلت مع كل من العملاء المتعسرين، يعني في ناس مصنعين متعسرين عليهم فلوس، والبنوك الدائنة، يعني جم البنوك اللي سلفت الناس دي والعملاء وقعدوا مع بعض، وده في اطار تنفيذ مبادرة تسوية المديونيات المستحقة على هؤلاء العملاء. طيب عدد عملاء المبادرة حوالي 8600 عميل، 8600 واحد مصنع او اصحاب مصانع، من بينهم 800 عميل في المجال الصناعي بنسبة 9.3% من اجمالي عملاء المبادرة. وقال انه عدد العملاء المتعسرين اللي تم اجراء مقابلات معاهم حتى 6 فبراير الشهر ده، احنا النهارده 18 فبراير يعني من 12 يوم، وصل ل 142 عميل، منهم 89 عميل في القطاع الصناعي بنسبه 62% من اجمالي عدد العملاء. طب قال تم تسويه مديونيات، خلي بالكم هنا بقى من الارقام، تم تسويه مديونيات بقيمة 18.4 مليار جنيه، وبلغت قيم العوائد والمديونيات المتنازل عنها 10.6 مليار جنيه، ووصل عدد العملاء الذين تم إيقاف جميع الإجراءات القضائية المتخذة ضدهم 90 عميلا، فيما بلغ عدد الشركات التي ستتم إعادة تشغيل مصانعها أو رفع طاقتها الإنتاجية ل 81 شركة. هنا لازم تتوقف شوية عند هذا الموضوع، انه الدولة بتمنح المصنعين اصحاب المصانع الناس المتعسرين بتمنحهم ثقة مرة اخرى، بتيجي تساعده تسوي معاه ديون، بتسقط عنه ديون، بتدعم تشغيل مصانع. فهنا ليه؟ لانه المسألة مش هتتم الا بكده، سياسة العند دي ممكن تضيع الدنيا. يعني انت بتيجي كدولة تدرس تقول والله انا عندي المصانع دي متعسرة، ليه متعسرة؟ عشان 1 2 3 بتدخل كدولة تحل. ليه؟ لانك لو ما دخلتش تحل مفيش حاجة هتحصل، ولو قلت ان الناس هم المسؤولين وانا مالي، قبض موقف الحيطة، مفيش حاجة هتحصل. وهو ده الفارق اللي احنا بنقعد نقول يا جماعة خلي بالنا منه او بنرصده مع حضراتكم، مش دفاعا لا عن النظام ولا عن الحكومة، ولا لان انا عايز اكد مع حضراتكم حاجة، احنا كلنا بنعمل من اجل حاجة اسمها الدولة المصرية، يعني حاجة اسمها دولة مصر ومؤسساتها ومستقبلها واجيالها اللي جاية. فلما بنيجي نضع الحقيقة قدام حضراتكم، لانه ده هيساعد في انه الناس تشتغل، انه الناس تبقى عندها امل في بكرة، لانه لو مفيش عند الناس امل في اللي جاي فيعني ايه، الخراب قادم لو مفيش امل عند الناس. فاللي احنا بنقوله ده انه في حاجات بتحصل على الارض، كان في اخطاء كتير جدا الناس بدأت تتعامل، وخلي بالكم مصر الان تعمل لتقليل اخطاء الماضي او لمعالجة اخطاء الماضي، فمش هتقدر تعالج الاخطاء كلها مرة واحدة. وبعدين وهي بتعالج اخطاء الماضي، ما هو في اخطاء جديدة بتحصل
نتيجه بقى سياسات، نتيجه استهدافات، نتيجه لخبطه، نتيجة وهكذا. لكن البدايه دي مهمه، الموضوع ده مهم، اللجنه دي مهمه. انا بقى بطمع فيه، لانه احنا لسه اخر حاجه مجلس الوزراء، لانه مجلس الوزراء اتكلم، يعني وزاره الاتصالات، وزاره الماليه، البنك المركزي، مجلس الوزراء قال انه تم فحص ملفات المستثمرين الصناعيين المحجوز عليهم. في ناس محجوز عليه بسبب الضرائب او التامينات وغيرها من المستحقات الحكوميه، والعمل على حل هذه المشكلات في اطار اهتمام الدوله بقطاع الصناعه، والعمل على عوده المصانع المغلقه للعمل مره اخرى، لان الحكومه في ضرائب على المصانع، في تامينات حجزوا عليهم ووقفوا الدنيا. لا، فده هيتم التسويه بتاعته ان شاء الله، بحيث انه يعود العمل مره اخرى. هو ده اللي احنا بنحاول نحطه قدام حضراتكم بدون تجميل، يعني بدون تجميل. في بعض الناس يقول لك، انتوا اللي يسمع الكلام اللي انت قاعد تقوله يقول الدنيا كويسه جدا. اقول لك هي الدنيا هتبقى كويسه جدا. ليه؟ لانه اللي بيحصل على الارض ده مصر كان المفروض تعمله من 30 40 سنه. فانت بتعوض اللي فات، وذلك بتشتغل بسرعه جدا. وبنأكد على ده ليه؟ برضو بنأكد على ده ليه؟ لأنه عايز أقول حاجة للجنة الوزارية وحاجة لحضراتكم. اللجنة الوزارية دي إحنا محتاجين البيان اللي هم طلعوه النهاردة بيان هايل جدا، يعني في تفصيل، لكن إحنا محتاجين إن لغة الحكومة الإعلامية تبقى أبسط من كده مع الناس. خلاص؟ يعني وأنا بتكلم في شغلي، يعني أنا بتكلمش في شغل الحكومة، يعني الحكومة عندها جهاز إعلامي، الناس، الزملاء، المستشارين الإعلاميين، المتحدثين، والله إذا جاز التعبير، تجديد الخطاب الحكومي، زي ما كده قاعدين نقول محتاجين تجديد الخطاب الديني، إحنا محتاجين تجديد الخطاب الحكومي، بحيث إنه الناس تكتب البيانات وتطلع تشرح للناس ببساطة إيه اللي بيحصل، لأنه أنت الحكومة بتقوم عاملة بيان، كل وزارة بتطلع بيان في يوم وخلاص والمسألة بتخلص. لا، أنا بقول بدعو، وفي أكاديمية التدريب موجودة، وفي خبراء في التدريب موجودين. إحنا محتاجين، أنا أدعو دعوة اهي لتجديد الخطاب الحكومي اللي هو أنت بتتكلم بيه مع الناس. البيانات في الغالب بتبقى جافة جدا، مثقلة بالأرقام والنسب، فلا، أنت محتاج المواطن يسمع منك الحكاية إيه، تطلع تتكلم معاه. انه مفيش مانع ابدا انه رئيس الوزراء يبقى ليه لقاء ولو شهري في التلفزيون المصري حتى، ويطلع يحكي ببساطة ايه اللي بيحصل مع الناس، ويبقى الوزراء يطلعوا يتكلموا مع الناس ويحكوا الحكاية ماشية ازاي. الناس لازم تبقى، مش عايز اقول مطمنة، الاول فاهمة وفاهمة على الارض، لان انت بتتكلم اللجنة الوزارية الاقتصادية التي تعمل على تحقيق وتنفيذ مبادرة الرئيس لإقالة المصانع المتعثرة. حلو، احكي بقى وقول نماذج وخد الناس معاك وحط الرأي العام في الصورة، هتلاقي المسألة تتغير.